السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء أولياء الأمور، وحياكم الله بدرس جديد. اليوم إن شاء الله راح نتعلم شلون الطالب يكتب الحروف بشكل صحيح. أول حرف عندنا حرف الأي، راح نراجع الحروف من البداية ونكمل. أول حرف عندنا هو حرف الأي، شوف شلون تبدي به من فوق، تنزل لي جوا، بعدين تراجع لي جوا، وبعدين تجر خط بالنص. هذا هو حرف الأي الكابيتال، هذا هو حرف الأي الكابيتال، تعلمنا شلون نكتبه بشكل صحيح. هسه راح نجي على حرف الأي السمول، تجر مثل الدائرة على النص وتنزلها جوا. هذا هو حرف الأي، هذا هو أول حرف. نجي على ثاني حرف، هو حرف البي. هسه كلكم وياي حرف الأي، الأي واضح، الأي واضح، شوفوا شلون ينكتب، ركز يمي زين. حرف الأي شوفوا شلون ينكتب، عيد لكم يا مرة ثانية، شوفوا السمول مثل الدائرة، نزلها لي جوا. أحسنتم يا أبطال، هذا هو حرف الأي. نجي هسه على حرف البي، شوفوا شلون ينكتب هذا الحرف، حرف البي جر خط تنزله لي جوا، شوف هذا حرف البي شلون تكتبه. أحسنتم يا أبطال، جيد جدا، عافية بالأبطال. هذا هو حرف البي الكابيتال. نجي هسه على حرف البي السمول، حرف البي السمول شوفوا شلون ينكتب، شوفوا شلون ينكتب حرف البي السمول. أحسنتم. هسه راح نجي على حرف السي، شوفوا شلون ينكتب السي، شوفوا شلون. أحسنتم يا أبطال، أحسنتم يا شطار، هذا هو حرف السي. شوف هسه راح نجي على السمول مالته نفسه، بس يصير شوية أصغر من عنده، هسه راح نجي اليوم على حرف الدي، دي شوف جر خط، بعدين تنزله لي جوا وتسوي له خط هيجي وتنزله هيج لي جوا، هذا هو حرف الدي. نجي على السمول مالت حرف الدي، شوف ترفع لي فوق، ترجع النوبة تنزله جوا. أحسنتم يا أبطال، هذا هو حرف الدي. هسه راح نجي على حرف الإي، حرف الإي شلون نكتبه، بالبداية نجر خط عدل النزلة لي جوا، بعدين ناخذه على جهة اليمين مرة ثانية ومرة ثالثة، هذا صار حرف الإي. هسه راح نجي على السمول مالت حرف الإي، شوفوا شلون هيك. أحسنتم، جرة هيجي بعدين تنزله لي جوا، هذا هو حرف الإي. هسه راح نجي على حرف الأف، شوف شلون ينكتب، جيبه تنزله لي جوا وتاخذه على جهة اليمين. أحسنتم يا أبطال، هذا هو حرف الأف. نجي على السمول مالت حرف الأف، نرفع لي فوق وننزله جوا ونجر هيك خط، هذا هو حرف الأف، نجي على حرف الجي. اليوم راح نبدي بحرف الجي، حرف جديد، انتبهوا عليه. الكل يحضر ورقة وقلم ويكتب وياي، الكل حضر ورقة وقلم، من راح أطلع لك الحرف تكتبه وياي. هسه نجي، هذا حرف الجي، يلا حرف الجي، شوفوا شلون راح ينكتب هيك. بالضبط مثل الاو بالنص، تراجعه هيك. يلا خلينا نشوف منو راح يكتبه، يلا انا دا اشوفكم بالتعليقات، يلا راح اعيد لك اياه مره ثانيه، شوفوا شلون تكتبه، تبدي بيه من فوق وتدنوا بتراجعه وتنزله هيك تكتبه، لازم هيك تكتبه، هذا الكابيتال. خلينا نشوف السمول مالته شلون ينكتب، شوفه تنزله جوا، تريد تراجعه مثل التسعة شوية يجي على جهة اليسار، هذا هو حرف الجي. يلا من يكتب لي اياه هسه، يلا اكتب لي اياه هسه، يلا يا ابطال، يلا هذا هو حرف الجي، يلا يا شطار، يلا منو كتبه؟ ما اريد واحد يكذب، اريدك بالورقة تكتبه، بالورقة مو بالتعليقات، يمك بالورقة مو بالتعليقات، ما اريد بالتعليقات، اريد بالورقة، اكتب لي هسه، تدرب علي، تعلم شلون تكتبه. احسنتم يا شطار، عافيه بالابطال، احسنتم بالشطار، بالدفتر تكتبه،
كتبتوا مثل اللي بالصورة؟ جاوبوني قلوا لي استاذ كتبناه مثل اللي بالصورة، مثل بالفيديو بالضبط، مثل الفيديو بالضبط. احسنتم، هذا هو حرف الجي. شوفوا شلون ينكتب، هذا هو حرف الجي، هذا هو حرف الجي. احسنتم يا ابطال، احسنتم يا شطار. زين هسه راح نجي على حرف الاتش، الها، هذا هو حرف الاتش او اللي هو الها. تبهوا علي زين، خليني نشوف شلون ينكتب. ها ها، شوفوا شلون ينكتب، جر خطين بعدين وصل بيهن بالنص. يلا يا ابطال، هذا هو حرف الها، ركز عليه زين، شوف شلون راح نكتبه. هذا الكابيتال. هسه راح نجي على حرف السمول مالته، الها السمول، هيك نرجع نرفع فوق شويه وننزله. احسنتم، من يكتبه هيك يلا اكتبوا لي بالتعليقات. يلا يا ابطال، يلا اكتبوا لي هسه حرف الها، حرف الها، حرف الها. ما اريده بالتعليقات، اريد يمك بالصوره، يمك بالصوره تكتب بالدفتر، بالدفتر ابطال اكتبوا لي بالدفتر يا شطار، بالدفتر اريد. يلا منو كتبه؟ خلينا نشوفها مرة ثانية، حرف الاتش واللي هو ينقرها، حرف الاتش واللي هو ينقرها. خلينا نشوف مرة ثانية شلون ينكتب. ها، جر خطين وصل بهن بالنص، هذا هو حرف الاتش واللي هو ها. نجي النوب مرة ثانية، نكتب السمول، جر خط، بعدين هذا هو حرف الها، هذا هو حرف الها. نجي الى حرف الاي، نجي الى حرف الاي، شوف شلون ينكتب، هيجي جر خط. هسه خلصنا من حرف الها، خلصنا من حرف الها، كلكم كتبتوا. اكو طالب ما كتبه؟ اكو طالب ما كتبه حرف الها؟ عافيه بالشطار، عافيه بالشطار، عافيه بالابطال. احسنتم 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 يا شطار. خلصنا من حرف الها، هسه راح نبدا على حرف الاي. هذا هو حرف الاي، جر خط، بعدين توصلها نقطتين شخطتين، سويهن صغار مو حال هواي كبار. هذا هو حرف الاي اللي هو الكابيتال مالته. نجي ناخذ السمول مثله بس يصير صغير، اي فوقه، هذا هو حرف الاي، هذا هو حرف الاي. يلا يا ابطال، هسه نجي الى اليوم احنا الدرس الثالث، نقرا الحروف. هذا هو حرف الجي، جي، شوفوا شلون ينكتب، وعلمناكم شلون تكتبونه، جي اتش واللي ينقري ها، وهذا هو حرف الاي، هذا هو حرف الاي. احسنتم يا شطار، خلينا نقراها بصوت عالي كلكم. يلا يا شطار اتركوا التعليقات، عوفوا التعليقات، يلا كافي تعليقات ما نريد. يلا يا شطار، يلا يلا يا ابطال، حرف، يلا كلكم وياي، جي، يلا جي. احسنتم، جي ابطال، جي. نجي الى ثاني حرف، هو الاتش او اللي ينقري ها، اتش اتش اتش. يلا ما اسمعكم بصوت عالي، يلا يا ابطال، انا ما قاعد اسمع كل شيء، والله كل شيء ما قاعد اسمع، اريد صوت عالي. يلا يا ابطال يا شطار، اتش. احسنتم احسنتم، عافية بالابطال، احسنتم احسنتم، اتش احسنتم. هسه صوت عالي، احسنتم. اكو طالب، اكو طالب ما قاعد يقرا، عافية بالشطار، اكو عافية، احسنتم. انا ادري بيكم دا تقرون، بس اكو كم طالب ما قاعد يقرا، ما قاعد اسمع، واي طالب ما يقرا راح اخليه بعد يخرج من الدرس، بعد ما يدخل درس. متفقين؟ جاوبوني متفقين؟ عافية، عافية بالابطال. يلا خلينا يلا خلينا نعيد هنا من البداية، جي، يلا وياي كلكم، جي ابطال، جي، يلا اتش اتش، احسنتم احسنتم، اي، يلا اي، يلا يا ابطال حرف الاي، احسنتم. شنو هذا يا حرف؟ احسنتم، حرف الاي، احسنتم يا ابطال. تسمعون صوت؟ ترى انا دا اسمع طلاب، تسمعون لو لا؟ ترى انا قاعد اسمعكم، عافيه بالشطار، احسنتم يا ابطال. يلا هسه كليتنا خلينا نقراهن من البدايه، اول درس اخذناه، يلا من البدايه نقراهن من البدايه، كنا بصوت عالي يا ابطال. يلا ترى اسمعكم انا، حتى لو سادين المايك انا اسمعكم، هسه انا قاعد اسمعك طلاب وقاعد اسمعهم. يلا يلا، اول حرف اي، يلا يا ابطال، اي اي، كلكم وياي، اي، احسنتم بالشطار، اي ابطال، اي. زين هذا يا حرف، هذا هذا سي لو بي، شنو هذا الحرف؟ شنو هذا الحرف؟
سي أبطال. إذن كلكم وياي سي سي، هذا هو حرف السي، سي أبطال سي. نجي إلى هذا الحرف، حرف البي، يلا كلكم وياي بصوت عالي، بي ما قاعد أسمعكم، صوتكم وين راح؟ يلا بصوت عالي، أحسنتم، بي أبطال بي، حرف البي، أحسنتم يا أبطال أحسنتم، حرف البي. نجي هسه على هذا الحرف، هذا يا حرف يا أبطال، هذا اف، يلا كلكم وياي اف اف أبطال، أحسنتم أحسنتم اف، أحسنتم يا شطار، الكل يقرب صوت عالي، كل يقرب صوت عالي اف. شنو هذا الحرف؟ ما قاعد أسمعاني والله، ما قاعد أسمع كل شيء هسه، يلا وينكم؟ بصوت عالي بعد بعد، أحسنتم، عافية بالشطار، عافية عافية بالأبطال. لك شلون عندي طلاب شطاراني، لك كنت وين وينكم انتم؟ عافية عافية بالأبطال، عافية بالشطار. هسه نجي إلى حرف الإي، يلا هذا يا حرف إي، كلكم بصوت عالي، واحد أبطال أبطال إي، عافية إي، أحسنتم اي، عافيه بالشطار، عافيه عافيه بالابطال، والله العظيم تستحقون التصفيق، انا هسه راح اصفق لكم، عافيه بالشطار عافيه بالشطار، عافيه عافيه بالابطال، حرف الاي، يلا كلكم شطار والله كلكم شطار جيد. هسه راح نجي على هذا الحرف، هذا يا حرف، حرف الدي، كلكم وياي دي دي، احسنتم، حرف الدي، ابطال ابطال دي، احسنتم. واليوم عندنا هذا الدرس الثالث، حرف الاي، اي اي، كلكم كلكم وياي شطار، يلا عافية بالابطال، والله تستحقون التصفيق وانتم شطار والله، اي اي عافية بالابطال، اي حرف الاي، احسنتم، اي اي. نجي الى هذا الحرف، هذا يا حرف، حرف الاتش اللي هو الها، اتش اتش او الها، اتش كلكم وياي، اتش اتش، احسنتم، اتش ابطال ابطال اتش. ونجي الى هذا الحرف، حرف الجي، جي جي جي، عافيه عافيه بالشطار، حرف الجي، احسنتم احسنتم يا ابطال، ما شاء الله احسنتم احسنتم كلش ابطال والله، عافيه عافيه عليكم، احسنتم يا ابطال احسنتم يا شطار. هسه انتبهوا علي يا طلاب، عددكم هواي، فش راح نسوي؟ راح نقسمكم قسمين، اليوم يقرا نص وباكر يقرا نص، تمام؟ جاوبونا بالتعليقات، تمام؟ كل راح يقرا بس ما الحق، عددكم هواي، اليوم نص وباكر نص، اليوم نص وباكر نص، تمام. هسه اللي يريد يشارك يكتب اسمه، واللي يتكرر ترى ما اكتب اسمه، اللي يكتب ما اخليه يقرا، اللي يكرر اسمه ترى ما اخليه يقرا، اليوم نص وباكر نص، اليوم نص وباكر نص، يلا اللي يحب يشارك خليه يكتب اسمه بالتعليقات وباكر يشارك، حتى ذا اليوم ما لحق بس تعرفون العدد هواي. يلا يقين قري لي ياهن. ايه عافيه عافيه بقونا، احسنتي بالشاطره، احسنتي عافيه بيقونه، احسنتي، شكرا شكرا جزيلا. يلا ايات حسين، يلا ايات حسين، يلا ايوه تقري، يلا يا تقري، عافية عافية بالشاطرة، شكرا جزيلا. يلا يا سما محمد، شكرا جزيلا سما محمد. أي طالب يحكي، أي طالب هدى، مو قلت ما أريد حكي، أي طالب يحكي راح أخرجه من الدرس، ما أريد أي كلام، ده أذيع اسمه، اللي أذيع اسمه يحكي، اللي يكرر اسمه ما أريد، بالتعليقات كتب اسمه. سما محمد عافية، شكرا جزيلا، يلا سدوا المايكات، يلا شكرا جزيلا. بالتعليقات اكتب اسمك، مو قلت لك لا تحكي، اي واحد يحكي راح اسوي له خروجه من الدرس بعد ما يدخل درس ابد ويانا. يلا ايهم بهاء، يلا ايهم بهاء،
يلا ايهم. عافية بمهدي، مهدي انت يا صف. عافية بالشاطر، عافية بالشاطر مهدي. عافية بالشاطر. رهف جعفر. عافية عافية. رقية حسن. نعم صح. يلا رغد. عافية بالشاطر، عافية بالشاطر. استاذ اختي ملاك حسن سامي هموي عادي. يلا يلا خل تقرأ. عافية عافية بالشاطرة. استاذ ها ممكن اقرأ؟ يلا اقرأ.